السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحمل كلام العالم في بعض المسائل على كلامه في موضع آخر كما ورد في قاعدة حمل الكلام المجمل على المفصل، أم أنها خاصة في كلام الله ورسوله؟ لا، يحمل كلام العالم في موضع على كلامه في موضع آخر، ويفسر بعضه ببعض. نعم، وليس هذا خاصا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.